السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن جنازة المذيعة شيماء جمال اللي زوجها المستشار أو القاضي أيمن حجاج قتلها يا جماعة ودفنها في جنينة فيلا المنصورية اللي هو كاتبها باسمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الجنازة بتاعتها كانت من شوية وطلعوا أهلها يا جماعة قالوا تفاصيل صادمة عن حال الجثمان. الجثمان يا جماعة حالته صعبة، مقتولة بطريقة بشعة. اسمعوا يا جماعة كده الموضوع. هم دخلوا طبعا، هي كانت في مشرحة زينهم، ما خرجتش الا النهارده كانت جنازتها. بيقولوا ان هي يا جماعه جوزها كان يشتري لها فيلا، فاتصل بيها وقال لها تعالي اوريك الفيلا دي. فجات له الفيلا دي كانت في المنصوريه. اول ما جت مسكها ضربها 3 ضربات، وبعد كده دخلها اوضه. اول ما دخلت الاوضه يا جماعه لقيت حفره، فهي ما عرفتش تخرج لان كان معاه شريك، كان معاه السواق بتاعه. ضربها بالطبنجة 3 ضربات على دماغها فوقعت في الأرض. عمل ايه يا جماعة؟ مسك جنزير لفه على ايديها الاتنين ورجليها الاتنين ولف على بطنها. الجنزير كانت مجنزرة كل جسمها. وبعد كده لما لقى فيها الروح خنقها بالسكارف اللي عليها. لكن موضوع مية النار مش موجود. الجثة هي ملامحها اتغيرت يا جماعة لأن هي قعدت أكتر من 11 يوم مدفونة. هو بعد ما عمل كده راح دفنها يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده بسبب إن هي كانت ماسكة عليه ورق فساد وحاجات تدل على إنه مرتشي يا جماعة، وكانت بتهدده إن هو لو ما اتجوزهاش وأعلن جوازها يعني رسمي، هو كان متجوزها رسمي، فهي كانت بتساومه إن هو لو ما قالش قدام الناس كلها إن هي مراته رسمي كانت هتطلع وتفضحه وتقول عليه إن هو مرتشي، خصوصا ان هو متجوز جوازة تانية. لا حول ولا قوة الا بالله. كلنا عايزين القصاص العادل يا